بزاف ناس يشوفوا صناع المحتوى لما يعملوا محتوى على السفر وعلى ربما هذا الشيء، يقول لك اول سؤال يتراود لهم كيفاش راهم يفواياجيو. بما ان احنا اللي بنحكيوا على الانفاق، كيفاش وشحال ربما ان فواياج شحال تقعدي وانت توجدي له، يعني شحال تقعدي توجدي له ماديا تكاليف تاع هذاك الفواياج؟ اوكي انا نهضر لكم على هذا العام. في بدايه العام انا في فيفريي كنت دايره باش نروح لهونغ كونغ. هونغ كونغ هذه في بلاصه كاين اللي يقول لك تابعه لاشين، كاين اللي يقول لك بلاد وحدها. قعدت بالك واحد 3 شهور وانايا نخمم كيفاش نديبونسي سواء على البيي باسكو البلاد بعيده بزاف وبلاد بلا فيزا تما، هذه حاجه مليحه ديجا. فقعدت نلم الدراهم تاع البيي، من بعد قلت شحال نصرف لي زاكتيفيتي سواء اللي نحب نديرهم محتوى اللي حاب نصنع على هذاك البلاد. من رحت تما لقيتها بلي بزاف غاليه على واش كنت انا متوقعه. ف ديسيديت نروح شويه للبلدان تاع اسيا، وهذوك بزاف حنا عندنا نظره عليهم زعما يقول لك الفواياج تما غالي وكاع، بصح بصح نو تما شغل اللايف ستايل تاعهم كيما تاعنا تما، اللي تصرفه هنا تصرفه ليها تما، سي لا ميم شوز غير البيي تما كيف كيف. اليوم التام اسيوي في الحلقه تاع اليوم، الاسيويه هي راحت لاسيا ودارت اسيا. دونك يعني حبيتي تقولي انه وكاع كامل واش خططتي للسفره هذيك، يعني ما كانش يعني ما كانت خارج توقعاتك الماديه، يعني اللي كنت انت يعني دايرت لهم حساب فوالا. ف يعني هل انت انك باسكو تنفقي بزاف كي لحقت تما بديتي تشري العفايس ما كنتيش ربما اشياء ما كنتيش انت ما كنتيش دايرت لهم حساب، يعني ما كنتيش دايرتهم في توقعاتك انك راح تشريهم، لقيتي روحك شريتي بزاف وانفقتي بزاف ف خلاص راحوا راح ليكونومي. خاصه كي تكوني تخمي في صناعه المحتوى فتقولي ندير فكره زعما حاجه سبيسيال، ولا تلقى روحك غير تصرفي بلا ما بلا ما تحسبي. يعني صناعه المحتوى فيها اعراض الشراء العاطفي اوتوماتيكمون. اوكي اوكي صناعه المحتوى عندهم شراء العاطفي عندهم بزاف كاع.